هذا هو شكله بنات الكورسيه، هذيل اللي انا دائما استخدمهم، احب البسه. طبعا في هذه الدعامات سبورت حق الظهر، انا احب البسهم هذيل على الاقل 8 ساعات باليوم. وايد يسوي شيب حق الجسم، يخصر الجسم سواء تحت الملابس او لما تلبسينه مع الرياضه. لما تلبسينه مع الرياضه هم يعني ما نقايل يضعف عشان لا حد يفهمها غلط، يسوي شيب حق الجسم. ما تلعبي الرياضة 8 ساعات باليوم تلبسونه. طبعا كذي سماكة حيل ينن، حيل تينن الكرسيهات ملوتهم. قطن، بس قطن استرتش المقوى، فأصلا لما تلبسونه ما يعور. واحد، اثنين، ما رح يضايقكم بالنفس، يكون فيه هذيل طبعا لبل كذي. فأنتوا أول ما تلبسونه أول فترة يكون على أول لاين أسبوع 10 أيام أسبوع، أما تعودون عليه بنات بعدين تنطين على اللاين الثاني بعدين الثالث. كل ما صغر الجسم أو ضعف الخصر راح تصغرين المسافة. حيل 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 يهبلون. عندي أسود والحين طلبت هذين اللونين، وقلت بجرب هذا لأن هذا وايد حلو حق نفانيف. ساعات لما نلبس دريسز هو كأنه يعني بطانة حق النفنوف، وبنفس الوقت هو كرسي وايد يخصر الجسم. شغلة وايد وايد مهمة قبل أن أنسى لازم أقول لكم إياها، يخلقكم كود خصم 10% على كل المنتجات الموجودة بالموقع. فبنات ركض تطلبون الكرسيات لأنه هو يهبلون، وايد يهبلون الكرسيات اللي عندهم. فكود الخصم راح أكتب لكم إياه الحين. وهم في شغلة طريقة الدفع حق دول الخليج فقط، ممكن تدفعون وقت التوصيل يعني لما يوصل لكم عند باب البيت. باقي الدول يكون على الكينت أو الماستر كارد.